مساء الخير. نبدأ جولتنا على أسواق اليوم مع شركة China National Nuclear Power، إحدى وحدات بناء المفاعلات النووية بالصين، اللي ارتفع سهمها بنسبة 44% بأول ظهور لها ببورصة شانغهاي نهار الأربعاء. افتتحت الأسهم على 4.88، أي بارتفاع ملحوظ عن سعر الإصدار يلي كان 3.39 وون. فبالنهاية يوجد طلب كبير على أسهم الشركات الكبيرة وخصوصا المتينة والمستقرة منها. انطلاقة CNNPC بتتبع الطرح العام الأولي اللي جمع 13.19 مليار وون أو ما يعادل 2.13 مليار دولار، وهو أكبر إدراج صيني من سنة 2011. ومننتقل لدبي مع استطلاع حول شركات القطاع الخاص اللي أشار لانتعاش متواضع بنمو الإنتاج من أدنى مستوى ب 18 شهر اللي تسجل بشهر نيسان. الاستطلاع بيشمل اقتصاد القطاع الخاص الغير نفطي بدبي وأشار لتوسع طفيف لفرص الأعمال الجديدة والواردة. من بين القطاعات الفرعية الثلاثة الرئيسية كان البناء الأفضل أداء من حيث الناتج ونمو الأعمال. ومننهي مع الرئيس التنفيذي لغاز بروم اللي عم بيناقش مع نظيره بشركة أني الإيطالية مشروع ساوث ستريم التركي واحتمال زيادة طاقة مشروع بلو ستريم. شو هو هالمشروع؟ هو مشروع روسي لمد خطوط الأنابيب لنقل الغاز عبر قاع البحر الأسود لتركيا، وبتبلغ طاقته 16 مليار متر مكعب سنويا. وطبعا الهدف من المشروع بالنسبة لروسيا الالتفاف حول أوكرانيا لتوريد الغاز لأوروبا. هيدا كان كل شيء لليوم، شوفكم بكرة.